اتعلمنا لسه بقول لكم لما هن على نفسينا هن قدام الاخرين. في اساتذه افاضل يمكن اصغر مني، انا مقيد نقابه المحامين من سنه 80 خلاص، لما اتكلموا انا سمعت واستاذنت، يمكن اصغر مني يمكن بمراحل واستاذنت منه وبدات الكلام، الاستاذ جه قطع الكلام ماشي خلاص. ثانيه اكمل نبي اكمل معلش اكمل، هو يا ثانيه واحده واضح ان هو جاي يستفزني لما زميله فاضله. يا جماعه ثانيه واحده يا جماعه، انا فاهم بقول ايه، انا فاهم بقول ايه. القصه دي اتكررت قبل كده، وراح جاب محامي طنطا واحنا قاعدين هناك في الاوضه اللي هناك، قام قال له مرتضى منصور اداكوا فلوس عشان تغيروا وتعتذروا، هو اللي جايبه. قال له ما حصلش، مرتضى الوحيد اللي جه وساب في الكانتين 5000 و5000 وكنا معتذرين قبل ما يجي، هو نفس الشخص خلاص. انا مش عايز تلميذ لكن تجاهله، خلاص انا تجاهلته. لكن انا عايز اقول يا جماعه، انا جالي رساله على التليفون زي اي محامي، في ناس زيي واقل مني عمالين ياخدوا في قضايا ملايين، ده بتاع حبيب العدلي وده بتاع حسني مبارك، وانا رفضت كل ده واقف في خندق مش هغيره خلاص. وجيت مع كل اساتذه المحامين، جيت عشان اتضامن معاكم خلاص. ما انا كنت ممكن اريح نفوخي وانا قاعد في بيتي. انا جيت ايه؟ ثانيه واحده بس، انا مش جاي عشان اسمع الناس يا بيه، مش عشان والنبي ولي. انا النهارده طالع في التلفزيون مع معتز دمرداش، هو ممكن يقعد يتكلم 100 ساعه ما حدش يسمعه لان ما حدش يعرفه. انا النهارده كل حديثي هيبقى عن الماده 18 وقانون السلطه القضائيه خلاص. ملايين مصر هتشوف البرنامج، هو يقعد يتكلم 100 سنه ما حدش عارف مين ده اصلا خلاص. لان القضيه دي بقول بتمسك وبتمسني وبتمس اصغر محامي واكبر محامي، لانك لما تكتب لي في النص ان من يقتحم الجلسه انا بخبط، انت عارف انا داخل مداوله، مداوله دي ملكه، انما الجلسه دي ملكي خلاص، الجلسه علنيه. انا حضرتك فتحت الباب تعتبرني النهارده اقتحمت وتديني عقوبه 3 سنين سجن في الحل ازاي؟ ايا كان خلاص. بتقول لي ايه اخلال بسير العداله؟ طيب يا عم انا بتكلم في المحكمه، وبعدين من وجهه نظر البيل القاضي مش عايز يثبت لي دفعي او دفاعي، فبقول لحضرتك اثبت لي خلاص ده اخلال بحق خلاص. احنا عندنا قضيه خطيره اخطر من الناس اللي بتقبض وجايه تتكلم. الناس اللي بتقبض من بره وجايه تتكلم تحترم نفسها، ولما تعرف ان مرتضى منصور بيتكلم او اي محامي شريف ما ينطقش يقف محترم ويقول شو النبي وولي خلاص. شوفوا بيبعتوا كام بره. انا النهارده يا جماعه تاني انا قابلت رئيس المحكمه وقلت له كلمتين، معظم النار من مستصغر الشارع. انتوا بتقولوا على فكره الـ 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 البيان ده صحيح، لكن انا ما يهمنيش البيان، انا يهمني يقول الاتي ثانيه واحده، انه تم استبعاد نصوص المواد 1 و2 و3، لانك على ما تطلع الكلام ده هتكون الدنيا ولعت خلاص. فانا بقول لكم انا النهارده طالع في برنامج مع معتز دمرداش بالليل، قضيتي الماده 18 والماده 1 المواد اللي هي بتسيء للمحامين والتوريث. انا بقول لك اللي بتسيء للمحامين، انا ما اتحطش مع الحاجب، لا انا مع احترامي للقضاء بحترم القضاه ومفيش بيننا وبين بعض مشاكل، لكن من حقك تعمل قانون لنفسك فيما لا يمسحه انا كمحامي. اعمل قانون السلطه القضائيه كما تشاء، وانا اعمل قانون المحاكاه كما اشاء خلاص. بس اللي انا امسك في قانوني وانت تمسني في قانونك خلاص. انما الجعجعه ومش عن النبي وولي، يا راجل اقعد تتكلم 100 سنه ولا حد هيسمعك ولا حد عارف انت مين خلاص. نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ الاتي لازم يا جماعه يتشكل وفد يقابل المجلس العسكري ده لازم. انا مستعد احدد لكم ميعاد اعملوا وفد من شباب المحامين وكبار المحامين، وانا مستعد احدد لكم ميعاد مع المجلس العسكري. شباب المحامين بقول لك اهو هو اللي هو بعد اسبوع هتقول لنا على الميعاد هتعلن على الميعاد بكره هو اللي هيصدق هو اللي هيصدق بكره تعلن لنا على الميعاد بالظبط نحدد ميعاد ويطلع وفد يقابل المجلس العسكري عشان تعرض. يا بيه ماليش دعوه، يا بيه انا ماليش دعوه بقانون السلطه القضائيه، اعمل قانونك كما تشاء بس ما تمشي حقوقي. وانا النهارده خلي بالك بكره هيبقى في ميعاد مع المجلس العسكري. وانا عايز بس اقول ملحوظه قبل ما امشي، اللي اتقال ان المجلس القادم هو مجلس الثورة وغير المجالس اللي فاتت، انا شايف 99% من المجالس اللي فاتت دي مرشحة نفسهم هم. يلا سلام.
انا بقول لك بس الفرق في الجمعيه دي مش هنسكت لحد ينسب الفضل لأهله ينسب الفضل لأهله ينسب الفضل لأهله ينسب الفضل لأهله هذا اليوم أنا شخصيا لم أدعو له والكثير من إخواننا اللي موجودين لم يدعو له خلاص إخواننا الشباب المحامين هم اللي دعوا لليوم ده إحنا ملناش فضل فيه إحنا جينا نشارك يبقى هم أصحاب الخطوة إخواننا الشباب والأستاذ أسامة معاهم إخواننا الشباب رافضين تماما الرفض الذهاب للمجلس العسكري مش مقاطع عفوا يا أستاذ مرتضى المحامي لا يذهب المحامي يؤتى إليه في داري مش عايزه يا باشا استنى يا استاذ محمد استنى ولذلك استنى يا استاذ محمد اللجنه قررت اعتصام جزئي من الساعه 12 الاستاذ ايمن هيديكم فاعليات التصعيد يا الاستاذ ايمن هيدي فعاليات التصعيد لازم يا اخوانا المجلس احنا ما نذهبش ابدا يا اساتذه بعد اذنكم احنا اخر كارت عندنا هو الاضراب لازم نبتدي الاول بالاعتصام من الساعه 12 لغايه الساعه 3 في محكمه شمال الاربع والخميس والسبت والحد ويوم الاثنين يوم الثلاث لازم يكون لنا وقفه ويكون لنا جموع ومسيرة نطلع من هنا كل محامين مصر لازم تطلع من هنا يا أساتذة احنا الشباب يا باشا ثواني اسمعوني يا أساتذة احنا شباب لازم نحترم بعض احنا مش عاوزين نعمل المنظر اللي اتعمل ده للأسف انه جاء من شيوخ المحامين ان هم يقعدوا يخبطوا في بعض كده واحنا اللي نتعلم للاسف ان احنا بنبصوا ده الشباب واقف يسمع بعضين دي القرارات اللي احنا بنعلنها من هنا من شمال من الساعه 12 للساعه 3 الاربع الخميس هيتعلن يا باشا على النت احنا شغالين بقى لنا 3 ايام يا باشا ده راي الاغلبيه كده معانا يوم من الساعه 12 من بكره لغايه الساعه 3 لحد يوم الاثنين يوم الثلاث مسيرة محامين مصر من محكمة شمال تطلع للمجلس العسكري مش موافقين على ايه؟ باذن الله نبدا ليها يا جماعة كلنا مين اللي مش موافق؟ يا باشا